كملين سلمى وبآخر فقرات صباحنا غير لليوم رح نسلط الضوء على جمال الفن والإبداع. أكيد كلنا بنعرف أنه الدمشقيون تميزوا بفن الزخرفة من مئات السنين وأبدعوا بتصاميم ورسومات كانت متنوعة على أسقف الجدران والحيطان وكل زوايا بيوتهم. هاي الحرفة كانت من مئات السنين وكانت مرآة للحضارات اللي مرت على سوريا وعكست نظم الحياة والمعيشة والعادات والتقاليد اللي مرقت في مراحل تاريخية متلاحقة. أكيد رشا، مثل ما قلتي الزخرفة النباتية الدمشقية أو تاج الفنون مثل ما بيسموها الحرفيين، وطبعا بيعبروا عنها بحب لأعمالهم. اليوم رح نتوسع أكثر عن هذا الفن ونتعرف على تفاصيله مع أحد الفنانين المختصين بالزخرفة النباتية الدمشقية، وهو ضيفنا بالاستوديو الأستاذ نصر الدين محمد، وهو خريج فنون تطبيقية ومتخصص في الزخرفة النباتية الدمشقية. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور يعني. نورت صباحنا أكيد. صباح. يعني وقت منقول علم الفن الزخرفة والخطوط، اليوم نحن عم نحكي عن فن من آلاف السنين. صحيح. وكل علماء الآثار كانوا معتمدين عليه بشكل كتير كبير ليقدروا يفكوا رموز الحضارات السابقة، يعرفوا نمط المعيشة، الديانات، الآلهة، ولهلأ عم يصير دراسات من خلالها، من خلال الرموز عم يقدروا يحددوا تاريخ شعب ما بالكون بشكل عام. اليوم إذا هيك حبينا نحكي عن تاريخ الزخرفة النباتية الدمشقية. طبعاً الزخرفة النباتية هي نحن موجودة سابقاً، بس اختص باختصاصات وقت ما دخل الإسلام وحرم الشخصيات والأشخاص والكذا، صار في هوية، صار في نمط ما معين، أسلوبية معينة. هي موجودة الزخارف والنباتات، كل منطقة إلى نباتات أو أزهارها، بس وقت ما نوجد صار في عنا تجريد للوحدات الزخرفية بطريقة كتير أقية جداً. بتلاقيها موجودة على الأسقف بالشام القديمة بالأساس الموجود، يعني وين ما رحتي على أي بيت دمشقي قديم بتلاقي فيها الفنون وهالزخارف وهالنقوش، وبتتوزع المراحل تبعها إن كان بالحجر إن كان بالرخام وإن كان بالخشب الموجود عنا. أنا اختصاصي بهذا المجال هو النبات الدمشقي أو بنسميه المنمنمات الإسلامية حصريا، بس كل جو هي دمشق أكثر من الدول اللي محاطة حوالينا هي مختصة بهالمجال. هلا في دول تانية مختلفة بس النهج تبعنا، نحن في مادة نافرة تتميز بيننا وبين الدول التانية إنه بهالجمالية المادة النافرة وإلى خصوصيتها بألوانها، يعني إنها طبيعة ألوان معينة، الذهب، الفضة، اللون الأخضر، الزيتي، البيج، الكذا، في إلى هذا الجو. هلأ هوية هاي الموجودة هي بهالزخرفة النباتية، وبيتداخل فيها الأشكال الهندسية أو بيدخل فيها الخط العربي مثل أنواع الخطوط عنا، الكوفي أو السلس من أجمل أنواع الخطوط. هون بتلاقي في تنغم موجود ما عنا بنت الدمشقي، وقت ما بتفوتي عليه بتطلعي بالسقف، بالجدران، في محاكاة، في يعني حكاية، يعني بتحسي إنه في طرف حلو رائع جدا، يعني مو اي بيت عادي. صحيح. لا مو اي بيت بتفوتي بتلاقي فيه بساطه جدا بمدخلك للباب عادي، وقت ما بتفوتي بتلاقي هالارض ديار الفسحه الموجوده، هالبحره، هالليمون، هالياسمين، بتميز في عندك القاعات الموجوده اللي حرم لك السرم لك، هي كلها مزينه بالوحدات النباتيه والاشكال. اكيد يمكن ابسط انواع استخدام الالوان بالبيوت كانت من اللون نفسه، اللي بتفوت على البيت العربي بتلاقي اكثر من لون للحجر، هي ابسط الانواع اللي ما عنده زخرفه. ونحن تحت الهواء قبل ما نبلش كنا عم نحكي عن نوعية الدهان المستخدم، وخصوصا هذا النوع اللي هلأ صار الناس كلها عم تسأل عنه، انه كيف بيكون نافر هذا الرسم، هل هي مراحل بالعمل، هي نوعية الدهان نفسه؟ كنت حضرتك عم تشرح لنا، اذا فينا نشارك هذا الشرح للمشاهدين. طبعا هي اللوحة بشكل سطح عادي ما بيكون في عليها شيء، وقت بتتصمم اللوحة ان كانت خط ان كانت وحدة زخرفية، المادة هي مؤلفة من شيء 7-8 مواد الى مكاييل معينة بتنخلط، بصير هي بين السائل اللبن والحليب تقريبا، وبصير بتتنزل الى فراشي خاصة بتتنزل بالريشة ضمن يعني وحدات الشكل. ايوه الشكل الموجود. بعد 4 ساعات بتبلش تجف،
بتصير عملية بعدين راحل الألوان الشرقية اللي بتيجي فيها هون اللي عنا. طبعا هاي خط هاي مقولة من المقولات العاقل من عقل لسانه. إيه بس أنا ما استخدمت فيها الألوان الصريحة، لا دخلت مجموعة ألوان يعني نموذج إنه أدخل في تشكيل أحلى بيجيني. طبعاً في إيدك أنت استطاعة تحسني بتشتغلي، بس بالمدرسة النباتية الإسلامية الدمشقية لا، إلك حدودية معينة بدك تتبعي قاعدة. اليوم شو الفرق بين المدرسة الدمشقية والأندلسية؟ كل مدرسة، هلا حكينا عن الخصائص الموجودة بالمدرسة الدمشقية، خلينا هيك نعطي معلومات عن المدرسة الأندلسية. طبعا نحن بعد ما طلعت الفترة الحكم الأموي وصارت فتوحات بالأندلس، كانت هي الأندلس مرحلة ازدهار ومرحلة جمال، يعني طلعوا فنانين دمشقيين هون وصاروا يشتغلوا بالأندلس. الزغارف تبعها أو الوحدات الزغرفية الموجودة بتختلف عن اللي عنا هون، لأنه مثل ما حكينا كل طبيعة وكل منطقة إلى ورودها وإلى زغارفها وإلى أشياء مختلفة، بتتمتع بالخطوط الطويلة العريضة المذهبة أكثر. المدرسة الأندلسية من عندنا، المدرسة الدمشقية بتدخل فيها المنمنمات أكثر وبتيجي، غير المدرسة الفاطمية. الفاطمية بتبتدي بخط وبتنتهي بخط، هي بتستخدم أكثر شيء حفر على الحجر أو النحت على الرخام، هذا الفاطمي. طبعا عدة مدارس كان كل فترة معينة مثل الأيوبيين العثمانيين، هي إلى مدارسها إلى جوها الخاص تبعها كانت مختلفة. يعني ونحن عم نتابع معك تفاصيل جدا مهمة أكيد عن هذا الفن المميز، طبعا فن الزخرفة النباتية الدمشقية. قبل ما نختم حديثنا اليوم، أن تحملون أمانة هاي الحرفة صح، وعم بتحاولوا طبعا أنه تنقلوها للأجيال الثانية من خلال حفاظ على تراث وهويتنا، وبنفس الوقت من خلال عمل دورات وورشات صحيح لحفظ هذه الهوية بأكبر قدر ممكن من تأهيل الحرفيين من أعمار مختلفة. سريعا نحكي عن هاي الفكرة المهمة جدا. طبعا في عنا كانت مراحل يدرسوها بالجامعة أو بالفنون التطبيقية، بس التدريس قصير كتير. في جمعيات أهلية وجمعيات تانية موجودة بترعى التراث، يعني هذا التراث عمره مئات السنين. عم نرجع نحن إنه حتى تضل هالمهن التراثية نحن مشهورين فيها ونحافظ عليها. طبعا في أقبال لإلى، يعني أنا كذا دورة بلاقي يعني شباب وصبايا مهتمين. حلو. مهتمين وعم بعمل لهم دورات يعني في مجال الزغرفة والترميم، يعني أنا بشتغل ترميم كمان، ترميم الأثري بعض البيوت الدمشقية بنرممها وبنقعد بنشتغل فيها نفس الهوية. بس الأقبال والجمعيات هي كتير عم بتساهم. أنا بجمعية كنت يعني تاركين لي إنه المفروض نحن ندرب هالشباب الموجودين وصايا، يعني هذا تراث دمشق ولازم هنن وعندهم استعداد، وفي عندنا بعض المهنيين عندهم خبرة، حرام نحن ما نوصل لهم هالشيء. أكيد شباب هنن أمل بكرة، وأكيد هذا التدريب كان بالتعاون مع الأمانة السورية. صحيح. بدنا نتشكرك، وهيك الأعمال الحلوة كتير كان حلو صباحنا بوجودهم. أكيد حبينا ناخذ الكل، بس اليوم هيك شوي وقتنا ضيق، أكيد حيكون لنا وقفات بصباحات تانية. أخذنا كمان هيك شوية، يمكن كان إنه بدها مرايا بقلبها. بقلبها مرايا بتصير، أيوه بتصير مرايا، بتنفتح وبترجع بتسكر كليات على الأساس. هو باب دمشقي صغير يعني، عرفت شلون؟ باب الحارة. إيه يعني على مو صغار، على مو صغار. شكرا كثير لوجودك، واكيد بدي اتمنى لك بقيت نهار حلو. ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. شكرا، شكرا لكم وضويتوا على هالفتره البسيطه، وشي جميل منكم نحن وسوا ومع بعض دائما. أكيد. ان شاء الله. اكيد شكرا لك لوجودك معنا. مثلا